نقيم على داري، نفرق على الأرض الحزينة بالسما العالي، بالسما العالي، بالسما العالي. انت القوي، انت الأمل، انت المحب والحنان. انت القوي، انت الأمل، انت المحب والحنان. يا طيرنا العادي في الموسم المائي، يا طيرنا العادي في الموسم المائي. انشر جناحك على الفريق باسم الحريق، وامحي عن الدنيا الظلام، وازرع بها الارض السلام. وامحي عن الدنيا الظلام، وازرع بها الارض السلام. يا ناصر المهجور والمظلوم، يا بطة الرحمن الظالم. الناس بالبلد بيعرفوني اني غني كتير، ولما كان يجي واحد ويطلب مني شغلة كنت اعمل حالي مو سمعان، لكن بعد بشوي كنت روح وأمل له كل طلباته، وإنما باسم الطير. بمعنى آخر يعني الطير بتقدر تشبهيه بالخير اللي بيعم على الناس وبيساعدهن على أمور حياتهم. والطير بيعاقب كمان؟ بيعاقب الأشرار وعنده القدرة. جدو، منيزار بدي تاخد المشغل من عمتي إلى وحدة، وأنا بدي أعطيها إياه، بس عمتي بدها تعاقبها بالأول بعدين تترك لها المشغل. حاضر. عمتك هند إلى عندي وحدة، وأنا رح أعاقب دلال. كيف؟ لا تخافي، ما رح أأذيها. طيب ومشان بسام؟ مشان بسام تركي لي الموضوع شوي لحتى أفكر فيه. كل هذا اللي عم تعمليه ما بفيد، خلينا نستناها جوا. خايفة، خايفة خليها عنده ما يرجع لي اياها. لو بده اياها كان اخذها من الاول. طيب شو له سلطة عليها؟ ما بعرف، بس بعرف انه بيحبها وبيخاف عليها مثلك ويمكن اكثر. بيقربها؟ بعتقد. ولي اذا بيقربها معناها رح يلعب بعقلها وياخذها بالعاطفة. عمتي تعبتي وتعبتيني معك، خلينا نفوت لجوا، ما حلو لقفة هون هيك بالشارع. تأخرت كثير، قديه الساعة 9 معك؟ الساعة 8، هي بالعادة بترجع 9، هيك المرة الماضية. طيب خلص، روح انت، تأخرت على أبوك. ما بروح وبتركك هون. خلص رح فوت، روح انت. فوتي أول. بتعرف جدو، أنا كنت حابة ضل معك أكثر من هيك، بس هلأ عمتي بيكون انشغل بال علي. وأنا كمان تعبت ونزلوا بنات أدني من كتر ما حكيت. مو مشكلة، الجمعة الجاية منكمل حديثنا. لا 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 لا، بيناتنا ما صفى أحاديث أبدا. يعني ما بقى أجي؟ لا تكوني جذبة. تعالي كل يوم إذا بدك، بس لا يمكن جاوبك عن أي سؤال. ماشي جدو، إذا نزلت عشان خليني أشوفك. تكرم عيونك، الله معك. خاطرك شكرا.
مع السلامة. أمين. مور معلم. وصلها. حاضر معلم. تفضل. خاطرك جدا. مع السلامة. الله معك. موفقين. عبي. مرحبا عمتي، شلونك؟ تعالي. عمتي شو في؟ تعالي لهون. عيتي. عمتي شو صار؟ وين كنتي؟ كنت برحلة. احكي الحقيقة. أنا بعرف كل شيء. شو بتعرفي؟ بعرف وين كنتي ومع مين. بسام قال لي كل شيء. بسام؟ قلت لك عدي. إذا بسام قال لك خليه يحكي لك وين كنت. أنا بدي أعرف منك أنتِ. كنت عند جدي. جدك مات من زمان. كل واحد بهالدنيا عنده جدين. ومنين طلع لك هالجد بآخر هالعمر؟ وين كان بالأول؟ كان معنا من الأول، من قبل ما أجي عيش عندك. جدي هذا هو اللي سمح لي اجي عيش هون، هو اللي حمل المصاري اللي لقيناهم بالشنطة، هو اللي بعت المحامي وخلانا يوقف معنا لما اشترينا المعمل، هو اللي خلى خالد يستلم المعمل عنك، هو سبب نجاح معملنا. ليش هيك عم تعيطي؟ اسمعي لقلك وين كان بالأول. جدي هو اللي طالعني من المغفر لما مسكونا الشرطة، هو أول واحد عرف إني نجحت بالبكالوريا، هو اللي طلب مني سجل هندسة زراعية، هو سبب تعليم السيد بسام ونجاحه، هو اللي رح يعاقب ابني زار لأنه أخذت منك المشغل. عبير؟ جدي بعمره ما كان بعيد عني، كان يعرف عني كل شيء، كل يوم بيوم. وليش تركك كل هالسنين؟ جاي هلأ ياخدك مني. ياخدني منك؟ مين اللي بده ياخدني منك؟ ما حدا بالدنيا كلها بيقدر ياخدني منك. إذا بترجع أمي وبخيروني بينك وبينه، بختارك أنت. أنت جدي وأنت أمي وأنت كل قرابيني بهالدنيا. عبير، عبير لا تتركيني. أنا ما بقدر أعيش بدونك. جدي طلب مني إني روح عيش عنده، بس أنا ما قبلت. قلت له عمتي بالأول. ورضي؟ مو بكيفه. قلت له ما بترك عمتي لحالها. وعديني، وعديني يا عبير إنك تضلي معي لآخر العمر. ما بوعدك عبير. طيب بلكي ما رضي. مين هو؟ عريسي. غصبا عنه، وهذا شرطي الوحيد. طيب والولاد؟ بلكي عزبوكي. لا شيء. رح أعيش عمري بس لحتى أشوفها اليوم. شو فيك بكير؟ لسه ما نمت. طلعت روحي وما كان يطلع الضوء. رح اعمل رضا على صغيره واجي اشوف شو قصتها. يا وعد وعد طي سكتي يا صغيره، راسي رح يطق. لك يلا جاي، بس عم بعمل لها رضاعة. وعد جيب معي فنجان قهوة. صباح الخير. صباح النور. وين من على بكرة الصباح؟ رايح عندي شغل. سألو ليش معنا عم لهلا؟ اقعد شرب لك فنجان قهوة. اقعد. سبقتك عبدي. لك اقعد يا سيدي، انت فايق ورايق وانا ماني رايق لك وخاطرك. لك اقعد احكي معك كلمتين. اهو امل حبيبي، الدنيا هيك بدها رواق، يعني بتبلش مثل حكايتك وبتقفل مثل حكايتي. فهمت؟ ما فهمت. بقرب لك اياها. يعني نحن اول شيء ما منا من ليل من الحب والعشق والغرام، وبعدين منصير ما ننام الليل من الزعيق والبعيق وجعير الولاد صغار. لك يا واحد سكتيها بقى لها صغيرة. فهمت؟ فهمت، بس انت اللي مو فهمان شي. خاطرك. شو
شرفتي. استني وين رايحة؟ عم بحكي معك. طلع فيني لما بتصير قد المسؤولية ساعتها بتجي وبتحكي معي. ليك يا عبير، أنا صار لي أسبوع متضايق منك، لا تطلع علي بالعالي. قال شو؟ خفت من رامي ونزار وسلمت سري لرجال كبير. قلت بيحفظ الأمانة. أمانة؟ وسر؟ صار إليك أسرار؟ على مين؟ لك مو عيب عليك تخوف عمتي وتعيش على أعصابها طول النهار؟ اللي خوفها روحاتك على محلات ما لازم تكوني فيها. أنا بروح وين ما بدي، وكل شي عملته صح، وأنا ما بغلط، وأنت مالك علاقة فيه. نعم؟ إلي عم تقولي هالحكي؟ ماشي يا عبير، لنشوف إذا لي علاقة ولا لا. بسام؟ معلش، خليه يروح، أصلا ما بقى يهمني بشي. مرحبا وعد. أهلين منيزار. بسام موجود؟ أي موجود، تفضلي. بسام شو قصتك؟ بعمرك ما نمت قبل الغداء؟ ما بدي أتغدى، تركيني. طيب قوم، اجت منيزار وقال بدها تشوفك. قلي لها نايم. قلت لها انك قاعد بدياك. وعد مشاء الله ما بدي اشوف حدا، تركيني. ايه قوم الا انت، ما دخلني. شو بدها الثانيه هلا بعد ما عملت عملتها؟ ليش شو عملت؟ ما بتعرفي شو عملت مع هند. اصرح مشان هيك جاي. قوم قوم قوم، تعال يلا. تفضلي يا نزار، بسام جاي. نعم خير. رحت لعند محاسب المعمل مشان اخذ قماش مثل العادي، ما رضي يعطيني. ممكن اعرف شو السبب؟ وعم تسالي؟ لسه لك عين تاخذي قماش بعد اللي عملتيه؟ انا ما عملت شيء وكل واحد اخذ حقه. ونحن قماش ما بدنا نعطيه. الست هند عم تحاربني. الست هند ما لها علاقه. انا اللي قطعت القماش. انت؟ انت يا بسام؟ لك مو عيب عليك؟ نحن مو بس جيران، لك نحن أهل كمان. وأنت وعبير ما كنتوا أهل؟ هيك بتعملي فيها؟ عبير مثل ولادي وأنا ما أكلت حقها، بس الست هند ما إلها عندي شي. المشغل لعبير مو لهند. عبير أنا برضيها ولا حدا يتدخل. إيه بس المعمل للست هند. أرضي الست هند بالأول وبعدين خدي اللي بدك إياه. أنا مبسوطة أنك ما عم تطلعي من البيت، بس ما تكوني زعلانة من شي. من شو بدي أزعل؟ أنا نويت ضل معك وما أتركك ولا دقيقة. طيب ليش ما عم تستقبلي نزار ورامي؟ سألوا عليك كتير وكل مرة بقلن نايمة. ما بدي أشوف حدا، أنت وبس. والجامعة؟ ما بدي أنا. شو بدها تعمل لي الجامعة؟ شوفي، أنك تضلي معي هذا الشي بيفرحني، بس انك تتركي الجامعة هاد ما بقبل فيه ابدا. طيب ماشي، بروح على الجامعة مثل ما بدك. ونزار ورامي هسه سألوا، بشوفهم بالبيت وبس. وبس هذا لا تجيبي لي سيرته ابدا. مثل ما بدك، اصلا انا يعني ماني حابة اتدخل بينك وبينه. الله لا يوفقه، الله لا يبارك له. منع عني القماش. انت السبب، كنا عايشين وماشي حالنا واللي عنا ما بنحلم فيه. هذا كله من تعبي، من شقاي وسهر الليالي. لولا هون ما كان عنا شيء، لولا عبير. عبير ما له علاقه، الست هند وبسام هن اللي منعوا عني القماش. مفكرين انهم يخوفوني؟ ماشي، السوق مليان قماش، بكره بنزل بشتري. شو يعني بسام واقف ضدنا وعبير ما عم تحكي معي؟
كل ما سألت عنها عمتها بتقلي نايمة. الله يخليكي ماما، لا تعملي مشاكل، خدي حقك واعطيهم حقهم. شو يعني؟ خدي راتب شهري ونص الربح، هيك بتكوني أخدتي حقك وهن ما بيزعلوا. لا ستي يزعلوا، لشو شو بدهم يساووا معي؟ ألو نعم. ألو مرحبا أستاذ ماجد، أنا عبير. أهلاً أنسة عبير، كيفك؟ تمام الحمد لله. أستاذ لو سمحت أنا إلي عندك طلب، ممكن؟ تكرم عينك، مثل العادي مو هيك؟ لا أبداً، أنا بدي تقله للطير إنه هي الجمعة ما رح أقدر أجي، ويا ريت تعطيه رقمي مشان هو يتصل فيني. طيب ماشي، شكراً كتير، مع السلامة. مرحبا. اهلين اهلين ياما، يلا تعال غدا الاكل سخن. صحة ما بياكل. شباب استاذ ليش محاربنا؟ لا مو محاربكم بس تعبان بدي نام. امتى بدك تاخذني مشوار بسيارتك؟ بابا اجلها اليوم ماني قدران. كمال الله يخليك قوم شوف شبو، صار له جمعة على الحالة. شو بده يكون فيه يعني؟ بجوز يكون عشقان. يا ريت نجوزه. قوم قوم اسأله شو بقول. بأمرك تكرم عينك. خير عبير، شو بكي؟ ما في شي جدو، أنا مالي قدراني أجي هالجمعة. مريضة؟ لا مالي مريضة، صارت معي شغلة. أنا آسفة. على شو آسفة؟ شو اللي صار؟ فكرته رجال وبيتأمن على سر. ما عم بفهم عليكي، أنت عن مين عم تحكي؟ بسام حكى لعمتي كل شيء وعرفت مين أنت. وليش عم تبكي؟ خليها تعرف شو يعني؟ لا جدو، هذا سرك وما لازم حدا يعرفه، ما كان لازم أنت تقليها. أنا آسفة جدو، ما طلعت قد المسؤولية. لا جدو لا، لا تبكي، خلي كل الدنيا تعرف، أنا ما عاد يهمني، أنت ما لك ذنب. أبعت لك السيارة تجي لعندي؟ لا معلش معلش جدو، أنا وعدت عمتي ما أتركها ولا دقيقة، وصل لي جمعة ما طلعت برات البيت. طيب طيب، أنت مسحي دموعك، ما في شي بيستاهل تبكي عليه. أنا رح أجي لعندك، قولي لعمتك يوم الأحد مساء إن شاء الله بكون عندكم. مع السلامة. صرت مرتين رايح لعندهم وكل ما بتشوفني بتدير ظهرها وتروح على غرفتها. هلا لأنها زعلانة منك قاطع الأكل عن حالك وحابس حالك هون بالأوضة؟ لك المشكلة إنه أنا اللي لازم أزعل. طيب احكي لي الحكاية من أولها بالتفصيل. طب حكيت لك. يعني هي ليش زعلانة منك؟ في سر بيني وبينها أنا قلته لعمتها. شو أنت ولد لحتى تفشي أسرارها؟ لأني كنت خايف عليها ومقهور منها لأنها طايشة. طيب بتقدر تحكي لي هالسر؟ طبعا لا. ماشي، معناها قوم تغدى وطلع من أوضتك وكل شيء له حل، لأنه عبير طيبة وراح تسامحك أكيد. هالمرة زعلاني عن جد. تعرف حل مشكلتك عند وعد، قوم هلأ أحكي معها، خليها تحكي هي مع عبير. بتقلي لها بدنا نشوفها ولو دقيقتين. عم تقلي لها إنه إذا ما رضت تقابلنا هلأ ما بقى نرجع أبدا. هي قاعدة بالصالون، فوتوا أنتوا شوفوها واحكوا لها الحكي. عدو ليش واقفين؟ واخيرا سمعنا صوتك. شو بكي؟ مريضة؟ حتى لو كانت مريضة ما لازم تعاملنا هيك. هلا سمعنا انت الثاني، خليها هي تحكي. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. كيفك رامي؟ انت كيفك؟ شو وصلك؟ ولا شي،
جربت انعزل جمعة، فيها شي؟ بالنسبة إلك يمكن ما يكون فيها شي، بس بالنسبة إلنا فيها. فيها إنه تغير كل نظام حياتنا، فيها إنه إحنا مو متعودين أبدا تغيبي عنا ولا يوم، وفيها كمان إنه حسينا بالغربة وأنت بعيدة عنا. هذا الشي طبيعي، نحن داخلين على مرحلة جديدة من حياتنا ورح تاخد طابع مختلف. بس ما في داعي المرحلة الجديدة تغيرنا، بالعكس نحن منبرمجها لتناسب وضعنا نحن الثلاثة. أنا ما فيني أترك عمتي لحالها. ليش في حدا طلب منك تتركيها؟ يعني ما بقى أقدر أروح معكم مثل الأول. على كل حال نحن ما بدنا غير نشوفك دائما ونطمن عليك. لكن بتقدروا تشوفوني امتى ما بدكم، هون بالبيت، واهلا وسهلا فيكم باي ساعه. شوفي يا عبير، اذا انت زعلانه مشان المشغل فهو الك مثل ما هو إلنا. ما بقى يهمني، هذا اخر شيء بفكر فيه. ما بروح لعندك، شو بدي اقول لها؟ اساليها ليش زعلانه مني. انت بتعرف ليش زعلانه منك ومعها حق. أنا قادر يطلع معك؟ بسام الله يخليك، أنا بحب العبير مثل أختي الصغيرة تمام، فلا دخلني بيناتكم. واحد أنا ما بدي منك شيء، روحي لعنده ما تجيبي سيرتي ابنه، بس اسمعي شو بتقول وتعالي قولي لي. جاسوسة يعني؟ يا ستي أنا الحق علي اللي باخذ وبعطي معك. خلص تعال قلا، لا تزعل، رح روح لعنده، بس بشرط ما بقول لك كل شيء بتقوله. بكره من قبل الضو الكل بيكونوا بالمخازن. حرام. مرحبا يا شباب. هلا. هلا معلم. شلونك دياب؟ الحمد لله. عاوزك بكلمتين. تفضل معلم. يلا يا شباب هونا. هلا معلم. قلي يا دياب، قديش معك مصاري؟ مصاري؟ كل المصاري عم تصلك بوقتها. عم اسألك على مصرياتك. قد ايش صار معك؟ لازمك مصاري معلم؟ جاوبني على سؤالي. ما بدي اعرف شو عم تسال لحتى جاوب؟ على قد السؤال بجاوبك. لا شاطر. يا شاطر في صفقة كبيرة كتير. ما في شيء عليك كبير يا كبير. هي صفقة أكبر مني ومنك بكتير. تنزل فيها معي؟ قد ايش الصفقة؟ أكثر من 50 مليون. 50 مليون؟ وأكثر. أنا إذا بتحطني بالنشافي ليل نهار ما بيطلع مني أكثر من 7 ثمانية. بس ولا؟ إيه معلم، هدول شقة عمري. تنزل فيهم شريك معي؟ ما فيني، أنا عندي مشاريع كتير، بعدين ناوي أتأهل. هلأ أجل لي زواجك شهرين ثلاثة لبين ما نمرق الصفقة. صفقة شو؟ صفقة أدوات كهربائية وألكترونيات من كوريا. من عند أنور؟ شو قلت؟ أنا ومصرياتي تحت أمرك يا معلم. بكرة بجيب اليوم اللي عندي على البيت، وأنا رح أعمل اتصالاتي وأخذ الباقي من التجار. باقي شو؟ لك باقي المصاري، بدي فوق اللي معي ومعك 10 مليون، رح أخذه من التجار سلف من حق البضاعة. إيه؟ أمرك يا عبد الحميد. إذا كان الموضوع بخصوص بسام فما في لزوم للحكي. شو؟ معناها زعلانة منه عن جد؟ ايه زعلانة، زعلانة لأنه قال لعمتي كلام ما كان لازم يقوله، خلاها عايشة على أعصابها من الظهر للمساء، هو بيعرف إنه تعبانة ومريضة. هلا ما بدك تقولي لي شو القصة؟ على كل حال أنا جاي أقول لك إنه بسام تعبان وصار له أكثر من جمعة مو طبيعي. لا تصدقي، عم يمثل عليكم. شو هي عم يمثل؟ يظهر عمري وما عاد شي عملة كبيرة لحتى كرهانتيه عن جد. ايه بكرهه، وقولي له انه انا ما بقى بدي اشوف وشه، واذا كان بده يجي مشان يحكي مع عمتي خليه يحكي بالتليفون اول مشان احمل حالي واطلع من البيت لاني ما بدي اشوفه. حاضر، انا رح وصل له كل الكلام اللي قلتيه بالحرف مثل ما بدك. وانت شو الله جابرك لتوصلي له؟ لا تقولي له شي، خليه هيك تعبان بيستاهل.
وثلاث مكنات جديدة، واشتريت ب 150 ألف فرق قماش طقة واحدة، وبعدين فاتت على غرفتها وطلعت دفتر كبير من الغزالة وقعدت تكتب فيه. دفتر شو؟ ما بعرف، بظن إنه دفتر حسابات جديدة. طب ومنين لك هالمصاري؟ ما بعرف، بس بتعرف شفت بإيديها إسوارتين ذهب جداد. معك هالمصاري بتاكل حق عبير بالمشغل؟ إيه، وفوق هاد رجعت من السوق زعلانة. اسمعي لإلك عمتي، انت بتقعدي هون وما بتتحرك، وبس يجي انا بفتح له الباب، بدي اياك تبيني اميره قدامه. شو قلنا؟ مالي مرتاحه لجيته. طيب ليش ما اجى لعنا من زمان؟ هي مشكله، اذا بدك انا بروح لعنده. لا لا تروحي، والله حيرتيني. بقلعه يعني بس يجي؟ قلبي ماله مطمن. كمان شو؟ اهلا وسهلا. انا جدو. مساء الخير. شلونك جدو؟ انت كيفك؟ تمام الحمد لله. تفضل عمتي بالصالون. يلا. مساء الخير. مساء النور. تحسين خليل، تاجر ورجل اعمال. شرفت بمعرفتك سيدة هند. أهلا وسهلا. جدو، أنت شلون بتقول على اسمك الحقيقي؟ على ما يبدو السيدة هند مدللتك زيادة عن اللزوم. عبير مؤدبة وعمرها ما عملت شي خليني وجهها بجانب. ها؟ لكان بس معي لسانها طويل. أنا آسفة جدو، يعني فكرت إنه كتير مهم يضل اسمك الحقيقي سر. تفضل ارتاح. عن إذنك لأعمل القهوة، كيف بتحبها؟ من إيدك طيبة، شو ما عملتيها؟ أنت شو قصتك؟ ما بعرف، أنت شلون بتقول على اسمك الحقيقي؟ ليه؟ يعني مو المفروض الإنسان لما بيتعرف على ناس جدد يقول عن اسمه الحقيقي؟ والطير؟ الطير كبر خلاص، تقاعد، ختيار. لا أجده، لا، الطير لازم يضل، الناس بحاجة له. الطير لا بيموت ولا بيختير ولا بيتقاعد. مين قال لك انه الطير ما رح يضل؟ الطير دائما موجود. بالبداية كان شاكر، وبعدين شاكر وأنا، وهلأ انت الطير. الطير الحقيقي هو انتي، وانتي شو بتريدي مساعدة؟ انا ما بقصر ابدا. هلا انتي زعلانة منه لانه خوف همت هيك، ولا لانه ما احتفظ بالسر؟ الاثنين. أنا ما بقدر سامح أي شخص بيحاول يأذي عمتي، ولأنه ما طلع قد المسؤولية. بهالحالة بسام لازم يتعاقب. يتعاقب؟ رح أخلي عمتك تفصله من الشغل وما حدا يشغله أبدا. لا حرام. قلبك علي؟ كله إلا شغله، أبوه عاجز، هو عم بيصرف على أهله. لكان رح الاقي له طريقه عاقبه فيها غير شغله. اهلا وسهلا. يسلموا ايديك يا مدام. وايديك. تفضل. شكرا جدو. تسلموا حبيبتي.
مين اللي لازم يتعاقب؟ ما حدا عمتي، ما حدا، ما بدنا نعاقب حدا. بس انت عاقبتي بطريقتك، انا خلص ما عاد عاقب حدا ابدا. اخر وحدة عاقبتها هي دلال. دلال؟ ليش شو عملت معه؟ خليت التجار ما يشتروا من الفساتين اللي راح تشتغل هون، بس لفترة بسيطة لحتى تحس بغلطة. امتى بدها تجي البضاعة؟ بعد شهر. وقديش بده يطلع لي منها؟ ليش مستعجل؟ مو لتجي البضاعة ونبيعها؟ ولا شيء، بس مشان اطمن. قد ما لك حاطط بالمصاري. قديش يعني؟ إذا صدق أنور بتعمل لك 5 لـ6 بثلاث شهور. إلهي بشرك بالخير ويعمر بيتك يا عبد الحميد. مبسوط كتير ها؟ اللي شو أخبار عبير؟ ما بعرف، صلي 10 أيام ما سمعت عنه شيء. ضيعتها؟ أنا ضيعة يا معلم، أنا ما شفتها بس عيون الشباب عليها. هلا عم تشلوني؟ ليش لهلأ؟ وين كنتي؟ كنت بالجامعة. لهلأ؟ تعال أنا محاضرة الساعة 6، هلأ 7:30 و5. في جامعة بالليل؟ يا عمتي أوقات بالليل وأوقات بالنهار. وكيف إجيتي؟ جيت بالمكرة بس كنت حموت من جوعي. كلي على مهلك. خلص شبعت. خدي التفاح. عبير كيف بتتصلي بجدك تحسين؟ بدك تحكي معه؟ وقت بدك تحكي معه قولي لي، أنا بطلب لك إياه. معك رقمه؟ إيه معي. بقوم بتصل لك فيه؟ لا مو هلأ، أنت عطيني رقمه أنا بحكي معه بعدين. إيه تكرم عينك. لا شفتها ولا بدي اشوفها. ايه احسن، اصلا البنت لا طايقه تشوفك ولا تسمع باسمك. هي هيك قالت؟ ايه. امتى؟ لما انت بعتني لعندها. وليش ما نطقتي بوقتها؟ ايه انا خفت عليك، يعني فكرتك بتحبها. اه حبها؟ انا حبها لعبير. تصور انا وكمال كنا فهمانينك غلط. دخيلك انت وكمال، انا ممكن حب عبير، يعني عبير طفله وانا مربيه، بعدين الفرق سنين بيني وبينها كتير، في شي 9 سنين. ايه لا ابي هي معك حق، هو فارق السن بيأثر على الحياة الزوجية. يعني مثلا كمال اكبر مني بشي 7 سنين، وابوك اكبر من امك بـ12 سنة، وجوز عمتي هند كان اكبر منها بـ22 سنة. بس وليك المسكينة صار لها 10 سنين ارملة ولسه ما صار عمرها 40. ايه لا اذا هيك معك حق، يعني انت ما لازم تظلم بنت معك. ها لقوم يصير فيها مثل المسكينة هند. عم تتمسخري علي؟ ايه صح النوم، انا كاشفتك من زمان وانت عم تلف وتدور علي، وهديك بتقلي اذا جاي تحاكيني عم بسام لبقى تجيبي لي سيرته، قولي له اني بكره وما بدي اشوف وشه. شو تكرهني؟ لك افهمها بقى، انتوا اثنين بتحبوا بعض، ليش عم ضحكوا علينا؟ اه لحظه 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 شوي، شو قالت لك؟ بتحبني ولا بتكرهني؟ لك الاثنين نفس الشيء، راح اقتل حالي منك. ها عبير غير ايام زمان، صارت صبية وما عاد معقول تطلع وتفوت معنا مثل أول. إيه بس نحن ما تغيرنا. البنت غير الشاب. بعدين عبير عندها ظروفها الخاصة. لازم تحط براسك شغلة إنه رح يجي يوم ونفترق. لا لا ما بظن نقدر نفترق. نحن مع بعضنا من وقت ما كنا صغار. بس هي يمكن زعلانة مشان المشغل. ما قلت له رح تعطيك إياه؟ لك هذا حكي. هلا في ميني طعمية يصرف عليها، بالمستقبل منين تعيش؟ طمن. من الناحية المادية أنا معاهد نفسي إنه ما خليها تحتاج شي بالمستقبل. مشان هيك المشغل لازم يضل إلنا وإلها ومنعيش سوا. كيف؟ أنا بحبها و... وعم بفكر نتزوج. تتزوجوا؟ نيالك عندك شجاعة أنك تحلم. ولي أنا ما فيني أفكر مثلك. أحلم؟ وليش لحتى أحلم؟ عبير بنت مثل كل البنات و... ونحن كتير متناسبين لبعض ومنطينة وحدة. ولا لأنا عايشة في فيلا؟ الفيلا صارت ماضي، ومستقبل عبير مع الرجال اللي بدها ترتبط فيه. رامي بتعرف
تحل هالمسألة؟ هلا أنت حلي عنا، عم نحكي موضوع كثير مهم. هاتي هاتي لشوف هاتي. لك ما كان أحسن لك لو سجلتي أدبي مثل أخوك المنظوم؟ مين؟ نعم مين؟ أهلا أهلا مدام هند، كيفك؟ كيف صحتك؟ خير إن شاء الله. لا بس أنا حابة أشوفك، بدي ناقشك بموضوع ممكن؟ مو تحت أمرك. ممكن تقبلي دعوتي اليوم على العشاء؟ لا ما في لزوم للعشاء، يعني موضوع صغير. لا 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 لا، أنا مصمم إن شاء الله الساعة 9 مساء بكون عندك. شكرا على الاتصال، هذا الشيء بيسعدني كثير. إلى اللقاء. ليكون لأنه ما بلش الموسم الشتوي. موسم شو؟ بالعادة ما بيسألوا عن هيك أمور وبيزعلوا إذا ما أمنت لهم الكمية اللي بيطلبوها. طيب ماما ما قالوا لك شو السبب؟ كله نفس الكلام، السوق داير اللي عنا لسه ما باع. ماما الله يخليكي لا تبكي، بكره رجعي لعندهم وعرضي عليهم بركي بيمشي الحال. ولك السوق ماشي والطلب مثل النار، بس كلهم كذابين. من 20 يوم واحد قال لي ما عندي ولا قطعة ولازمني 40، ولما عرضت عليه قال لي ما بدي. شكرا. ما بتعرفي وما بتصدقي قديش كنت سعيد لما قبلتي دعوتي على العشاء. بصراحة ما كان العشاء هو الهدف بالأساس، أنا كنت حابة أشوفك وأخذ رأيك بخصوص عبير. خير إن شاء الله، في شيء؟ يعني بما أنك أنت قريبة الوحيد فالمفروض انك تكون المسؤول عنها معي، ونتساعد انا وياك لتأمين راحتها وسعادتها العبير. وهذا الشيء بيسعدني كتير كتير كتير، وانا تحت امرك وامرها. امريني. البنت عم تطلع من الصبح واحيانا ما بترجع للمساء. وين عم تروح؟ عالجامعة طبعا، بس كليتها بعيدة ومشوارها طويل. احيانا عبير بتضطر تركب سيرفيس او اثنين لحتى توصل على كليتها. انا عم فكر اني خفف هالتعب عنا واشتري لها سياره، شو رايك؟ هي اشتكت لك؟ لا ابدا، انت قلبك رقيق وما بدك اياها تتعب. واكثر من هيك، انا لما بشوفها جايه تعبانه بحس حالي حامله هموم الدنيا. انا ما بفضل السياره الخاصه للشباب بشكل عام، وخاصة لطلاب الجامعة. ايه بس عبير، عبير قوية وقد حالها ومرت بظروف قاسية وصعبة جدا جدا، وانا برأيي ما نقدم لها شيء لحتى هي تطلب بنفسها. بس عبير بعمرها ما طلبت شيء، اتيابها غصب عنا بشتري لياهم، مصروفها بيضل معها شهر اذا ما صرفته على نزار ورامي. مو مشكلة، بس السيارة الخاصة أخطارها أكثر من المواصلات العامة. أما إذا أنت هيك بدك ومصممة أنا ما عندي مانع. أنا ماني مصممة، أنا عم باخذ رأيك. اهلا وسهلا فيك، تفضل. انا بسام موظف عند الست هند بالمعمل
وصديق عبير. اهلا وسهلا فيك، تشرفنا. اصدقاء عبير هني اصدقائي حتما. شكرا كثير لك. بتحب تشرب شيء؟ لا لا شكرا. طيب تفضل، انا تحت امرك. بالحقيقه انا محرج وماني عارفان كيف بدي بلش. طيب انت اللي شو الموضوع وانا بساعدك. بدي اشوف الطير. نعم احكي احكي انا سامعك. قلت لك ما فهمت. بدي اشوف الطير. وشو هذا الطير؟ ارجوك تاخذ الموضوع بشكل جدي. انا بعرف الطير من 10 سنين لما كنت اشتغل مع شاكر، وهو كمان بيعرفني. وعبير قالت لي اذا بدك تشوفه روح لعند الاستاذ ماجد. ممكن تستنى برا شوي؟ مين انتي؟ انتي اللي مين ومين حضرتك؟ شو بتريدي؟ هذا بيتي. عفوا خالة، هذا بيتنا نحنا. من ايمتى؟ من 4 سنين. مين اللي باعكن اياه؟ بتذكر واحد اسمه عبد الحميد، واشترينا مع العفش. ماشي انا اسفة، عن اذنك. تفضلي استريحي. لا شكرا كتير. ايه بس ما فهمت. قلت لك وصلت الرسالة. بس انا ما بدي وصل رسالة، انا بدي اشوفه. انت روح على شغلك وهو بيحدد لك. يا ويلي يا ويلي، خرب بيتي يا ويلي، خرب بيتي يا نزار. خير خير، شوفي منين بدي ادفع اجرة العمال؟ وين بدي اروح بكل هالفساتين؟ شو صار؟ العادة بياخذوهم بسرعة. في حدا عم بيحاربنا بلقمتنا. مين بده يحاربك يا أمي؟ هند هند هند، ما في غيرها هند. هلأ هند قالت للتجار إنه ما ياخذوا الفساتين منك. ايه هي قالت لهم كلهم. في أكتر من 100 محل بالسوق. ما بعرف بس حاسة إنه إلها يد باللي صار. بدها تقطع رزقتنا، بدها تنتقم. طيب ليش ما بتقولي؟ لأن نحن قطعنا رزقة عبير، الله عم ينتقم مننا. ولا ولك شمتان فيني؟ هي تالت يوم بنزل فيه على السوق وما حدا بيشتري مني شي. طيب انا رايح لعند الست هند اسألها. الا العبير تجي، بدي اياها ضروري. عبير ما عم تطلع من البيت وما عم تزور حدا. لعندي بتجي، ما رح تقبل عمتها تعمل فينا هيك. ماشي. احترام سيدي. اهلين مازن، خير. شو في؟ في مجرم هربان كان برات البلد ورجع. مسكتوه؟ لسه سيدي. هذا ملفه ما؟ نعم. ناوي يا ابني. هو وينه؟ شو بتعرفوا عنه؟ احنا اجانا اشعار من المطار بيقول انه السيدة عفاف دخلت البلد ونازل هلا بفندق وعناصرنا مرابينا. طيب رجعت لحالها ولا مع جوزها؟ لحالها سيدي. لحالها. وجوزها دخل على البلد؟ يعني قصدي بجوز يكون فات على البلد، يعني متنكر او معه جنسيه تاني. تاكدت من هالشيء؟ هي انا توقعت هالشيء، عم بستناه لحتى يتصل فيها. ماشي، بتعلموا صوره على كل العناصر وبدي اياكم تراقبوها منيح، ما بتخلوها ابدا تغيب عن عينكم ولا تحس باي شيء. هذا سيدي. وين ملازم سميحه؟
موجودة سيدي. خذ هذا الملف واعطيه لسميحة، وإلا بتدرسه منيح وبتفرغ حالة تمام للقضية. طيب وأنا سيدي؟ وأنت كمان بتفرغ حالك، ما بدنا أبدا الأحداث تسبقنا. الحمد لله على السلامة، اشتقنا لك. وأنا مشتاق أكثر، وكان فكري معي. مين عم ياخذ لك الضغط بغيبتي؟ لا تخاف، عندي أحسن ممرضة بالعالم. أهلا وسهلا، تفضل عمو. تفضل. سلام. تفضل يا عمو. جايب لك معي هدية كبيرة. يسلموا إيديك، كيفن ولادك؟ هربت من هون هريبة، ما بدهم يتركوني. وصلت حفيدي أول يوم على المدرسة ورجعت بدون ما ودعه. لا حرام، بيكون زعل. إيه الأطفال بينسوا بسرعة. عبير. بدي أحكي معك كلمتين على انفراد. خير. شوفي نزار. عبير امي بداياكي. خير شبه؟ واقعة بورطة ومفكرة انه عمتك السبب. ما رضوا يشتروا الفساتين منها ما هيك؟ شو عرفك؟ عمتي السبب. معقول؟ خلاص لا تخاف، انت خليها تيجي تصالح عمتي وكل شيء بيرجع مثل ما كان. المشكلة يا عبير انه امي ما بدها يرجع كل شيء مثل ما كان، امي بدها المشغل لحالها. رح تاخذ المشغل، اصلا عمتي ما بقى بدها اياه، هي ما بدها غير انها تجي وتعتذر منها كثير. شوفي عبير، إذا الشغلة فيها إهانة لأمي فأنا ما بقبل أبداً. معقول؟ معقول يا نساء؟ أنا بدي سبب إهانة لأمك بعد كل العشرة؟ بعدين خلاص ما بدها تعتذر لا تجي تعتذر. أصلاً هي اللي زعلتها. امشي روح ما حلوة.